السلام عليكم شباب. إن شاء الله تسهيل من الله. هالسنة ككورس ثاني تأخذون بالنسبة صف ثاني Environmental Pollution، وبالنسبة صف ثالث Environment Engineering. إحنا إن شاء الله تسهيل من الله. مفردات المنهج اعتيادي، أول ما نبدي تعاريف ومعرفة للي دا نحكي كEnvironmental كإنجينيرينج كبوليوشن. بعدين نجي ناخذ أنواع بوليوشن، تعرف أوف بوليوشن، وراها نبدي شلون نحلل أنالايز بوليوشن، وراها نجي المعالجة الأنالايز، شنو الأجهزة المستخدمة، شلون تحلل نفس الحالة، المعالجة التريتمنت شلون أسلوب المعالجة، اعتيادي كل تلوث وحسب التايب مالته. فنجي بأول تعريف الانفايرمنتال. انفايرمنتال برودكشن اكس انكلود اير ووتر لاند اند انتر ريليشن شيبس بتوين ذم، والعلاقة ما بينهما. عندنا احنا البيئة مقسمة الى هواء وماء ولاند ارض، و التداخل بينهما اكو تداخل بين الماء والصوير. مثلا عندنا ابسط شيء بالحقول، اكو ماء ويا الصوير التربة المحيطة نتيجة طرح طين الحفر، حيكون بي مي ملوث وبنفس الوقت التربة ملوثة. فهنا حنشوف الريليشنشيبس، علاقة between them. واجب environmental energy engineering هنا واجب مهندس to avoid or reduce forms of pollution by human acts. human acts اللي هي فعاليات البشرية الإنسانية، فعاليات البشرية والإنسانية يعني هنا تشمل السيارات، المصانع، الصناعات، كل ما يتعلق بالحركة البشرية. سبحان الله احنا مسببين التلوث الأساسي في العالم.